رسالة من العالم الآخر، رسالة مهمة جدا أعتقد تسمعوها من صاحبها اللي غادرنا من كام؟ من 14 سنة تقريبا، 14 سنة النهاردة بتحل ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب، لكن ذكراه الطيبة، سمعته، قيمته عند الناس، صورته عند كل الجماهير المحبة، خلتنا نفتكر رسالته التي بدأت اليوم وكأنها جاية فعلا من العالم الآخر. وعدت النادي الاهلي ان انا ابقى موجود. انت خلاص وعد قرار الاهلي ومصمم. والوعد وما اقدرش انا اخلف وعدي مع النادي الاهلي لان دي مساله مستحيله. كلام جميل. ان انا اوعد النادي الاهلي بحاجه واخلفها، لان النادي الاهلي ما وعدنيش بحاجه واخلفها. وعدت النادي الاهلي ان انا ابقى موجود. انت خلاص وعد قرار الاهلي ومصمم. والوعد وما اقدرش انا اخلف وعدي مع النادي الاهلي لان دي مساله مستحيله. كلام جميل. ان انا اوعد النادي الاهلي بحاجه واخلفها، لان النادي الاهلي ما وعدنيش بحاجه واخلفها. وعدت النادي الاهلي ان انا ابقى موجود. انت خلاص وعد قرار الاهلي ومصمم. والوعد وما اقدرش انا اخلف وعدي مع النادي الاهلي لان دي مساله مستحيله. كلام جميل. ان انا اوعد النادي الاهلي بحاجه واخلفها، لان النادي الاهلي ما وعدنيش بحاجه واخلفها. رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب. الحقيقة هو الكلام ده مش بيتقال عشان قدام الشاشة. هو كان يعني متشبع بهذه الفكرة ألا يخلف وعده. واليوم الصعب جدا علينا كلنا يوم ما توفى كنت أنا مكلف بمهمة هي كانت الأصعب في هذا اليوم، إن أنا والدته الله يديها الصحة وهي جاية، هو وخاله محمود في الطريق، اتبلغوا انه هو يعني تعبان وفي المستشفى، وكان علي الجنازة الله يرحمه، كان علي ان انا ابلغها بحقيقة الموقف. حدفوها علي طبعا، انا في المستشفى رحت، فالمستشفى ندهت لي وبتديني المتعلقات بتاعته، ففوجئت. هو كان قبليها انا يعني كنت تقريبا لمدة 5-6 أيام معاه من باستمرار، عشان كان ده وقت تجديد العقد بتاعه. أيوه. وقت تجديد العقد. أيوه. فكان خاله محمود، هو كان بيقول عليه خاله، الله أعلم علاقته بيه، بس هو زي مدير أعماله، هو المسؤول عنه يعني. فكنا مع بعض على طول، هو ما كانش بيتكلم خالص، ولا له طلبات ولا له صوت. أنا فوجئت إن الشيك اللي واخده بقاله 5 أيام ما زال في المحفظة بتاعته بتاع التجديد. لم يهرول لتحويله أو وضعه في الحساب، أو الموضوع كان بالنسبة له أنا جددت مع الأهلي. خلاص. وده اللي أنا عايز أقوله بمناسبة هذا الموقف، وأنت قلت رسالة من العالم الآخر. هو قال لا أستطيع أن أخلف وعدي مع النادي الأهلي، أنا عايز أقول لهم يا جماعة المسألة الحاجة والدته ربنا يديها الصحة، ربنا يديها الصحة. اللي بيتاجروا دلوقتي بعض الناس للأسف الشديد، ايه ده؟ ايه القسوة دي؟ بيتاجروا بذكرى محمد عبد الوهاب ويدعوا ان ما حدش بيسأل عليها وعليه، فهي ردت حتى. لكن ما علينا، هي القصة، انا بالنسبة لي الموضوع لكل نجوم النادي الأهلي الذين يتصورون المسألة مسألة تجديد وأموال ومفاوضات واحتراف، أنتم مدركين أن أنتم كل تصرف بتعملوه يا بتسعدوا يا بتخيبوا أمال حوالي 50-60 مليون مواطن في مصر. دي قيمتها إيه عندكم؟ فكروا فيها صح، فكروا فيها صح. الكلمة اللي قالها محمد عبد الوهاب الله يرحمه رسالة من العالم الآخر لنجوم الكرة اليومين دول، اللي المهندس عدل بيقول فكروا فيها صح. محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله رحل عن دنيانا بكل ما فيها من 14 سنة، بس لما تشوف حجم التعلق بين حتى الشباب الصغير بيه على السوشيال ميديا، حجم اهتمام الناس، أنا بيكلموني الأصدقاء الأهلوية في غزة، علاء خالد و وسامة عمر وكل الأهلوية في كل مكان حريصين على إحياء ذكرى محمد عبد الوهاب. ناس ممكن تكون حتى شباب صغير في العشرينات ما شافش محمد عبد الوهاب اللي رحل من 14 سنة وهو بيلعب. بس أنتم متخيلين لحن الوفاء الخالد مستمر عامل إزاي؟ مستمر. شايفين محمد عبد الوهاب كاسم وذكرى ومعنى
عند الشباب الصغير وعند جماهير الاهلي عامله ازاي؟ لمجرد انه بدلوا الاخلاص بالوفاء. هو الراجل اخلص كل الاخلاص والتزم بكل الالتزام ومات في الاهلي، عاش ومات وهو بيموت في الاهلي، فربنا اختار له هذه الخاتمه وهذه النهايه انه بيأدي عمله، يتحول الى ايقونه عشان يبعت ليكم هذه الرساله. الدنيا دي متفاته بكل متاحها وبكل ما فيها، بكل ارقامها وكل ارصدتها اللي شغلاكم متسابه، بس بتفضل الذكرى وبيفضل دايما وابدا. دي يا استاذ ابراهيم ايه؟ انت مدرك ان كل نجم في الاهلي او في الانديه الشعبيه بحجم شعبيتها بيخشها بيوت الناس دي معاهم، كل تصرف بيعمله هذا النجم بيؤثر على المود والمزاج العام لاسر ولمواطنين عشرات الملايين في حاله الاهلي. فالناس ما تاخدهاش بالبساطه دي، انك انت حقي طبعا حقك وحريتك، لكن قدامها ايه؟ احنا بنشيل هم كمسؤولين كل الملايين دي في كل تصرف بنحاول نعمله، عايشين هذا الهم. تمام. محمد عبد الوهاب الله يرحمه ولد في اول اكتوبر 83، مواليد 83. ما بدأش للاخوه اللي بقى لبنت ابن النادي واحنا اولاد النادي وابناء النادي، شوفوا الراجل بزغ نجمه في الالومنيوم، انتقل الى الظفره الاماراتي معار، ما لعبش وبعد كده الاهلي استعاره وبعد كده الاهلي اشتراه، لكن في النهايه انتم متخيلين شاب صعيدي ما بدأش في ناشئين الاهلي ولا غيره، بس فضل لغايه اخر لحظه عنده كل هذا الحب، عرضت عليه اغراءات كتيره جدا من النادي الاماراتي، ما سالش لعابه ابدا للاغراء، فضل هذا الشاب الصعيدي الجدع المخلص النقي الراجل اللي قال كلمه وخلاص، الاهلي ما خلفش معايا ميعاد فعمري يا كابتن شوبير ما هخلف معاه ميعاد، قالها ورحل. وزي ما بقول لكم المهندس عدلي فضل الشيك بتاع النادي الاهلي في جيبه لغايه لما توفاه الله. دي رساله، دي رساله صدقوني، شوفوا حجم التعلق بيه وحجم التقدير ليه وحجم احترام كل الاجيال ليه وحرصها على انها تحيي ذكراه وتترحم عليه وتتذكر حياته. ده لحن الوفاء الخالد محمد عبد الوهاب. انتبهوا ارجوكم، الدنيا مش كده خالص، شايفين حجم العطاء والاخلاص وقيمه الوفاء عند كل الجماهير لهذا النجم رحمه الله رحمة واسعة. يعني موفق انت في العنوان بتاع الفقرة رسالة من العالم الآخر، وأرجو انها تكون يعني رسالة الناس استوعبت معناها.